قام أعضاء البعثة الطبية بجولة تفقدية بعدد من المستشفيات السعودية بمكة المكرمة للاطمئنان على صحة الحجاج المصريين والوقوف على الخدمة العلاجية التي تقدم لهم. هذا ووصل عدد الحجاج المصريين بالمستشفيات إلى 48 حالة مرضية وحالتهم مستقرة. في إطار الوقوف على الحالة الصحية للحجاج المصريين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات السعودية، قام أعضاء البعثة الطبية المصرية بجولة تفقدية لعدد من المستشفيات المنوم بها الحالات المرضية من الحجاج المصريين بمكة المكرمة للإطمئنان عليها والتعرف على حالتها الصحية وطبيعة الخدمة المقدمة لهم، والذي وصل عددهم إلى 48 حالة مرضية تتلقى العلاج على مدار الساعة. احنا العدد المنومين في المستشفيات وصل 48 بعد خروج حوالي 3 حالات بالأمس، وإن شاء الله بإذن الله إحنا النهاردة كنا على وفد من البعثة الطبية برئاسة مساعد وزير الصحة للإطمئنان على المرضى والمنومين بمستشفى النور. إحنا عندنا النهاردة في 8 حالات متنومة في المستشفى، تم الزيارة والإطمئنان عليهم الحمد لله. في 3 في الآي سي يو في العناية المركزة، وفي 5 في الأجنحة، وإن شاء الله هم حالتهم مستقرة جميعا بإذن الله إن شاء الله. والفريق المستشفيات على متواصل بمرور على الإطمئنان على جميع الحالات بصفة مستمرة وبصفة دورية إن شاء الله بإذن الله. الخمس حالات، في حالتين بطنة، وفي حالة عظام، وفي حالتين جراحة مخ وعصب. بالنسبة لحالات الرعاية، في حالة في الرعاية المركزة، رعاية مركزة بطنة، وفي حالتين رعاية قلب. الحالات المرضية من الحجاج المصريين يتلقون العلاج اللازم من خلال الكوادر الطبية بالمستشفيات السعودية، وذلك بالتنسيق التام وعلى مدار الساعة بالفرق الطبية التابعة للبعثة الطبية المصرية. نشكر للبعثة المصرية حرصهم وزيارتهم ومتابعتهم واهتمامهم لمرضاهم، الذي ليس مستغرب من الأشقاء في مصر. الحمد لله لدينا في المستشفى 14 حاج مصري يتلقون الرعاية الطبية الحمد لله على أعلى معيار بأمر الله، وبحول الله وقوته جميع الحالات في حالة تحسن إن شاء الله، ونراهم قريبا الحمد لله يرجعون إلى بلادهم. ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين أثنوا على الخدمة التي تقدم لهم بالمستشفيات السعودية والدعم الذي يقدم من قبل أعضاء البعثة الطبية المصرية لهم على مدار الساعة. أي حاجة محتاجة أقول. شكرا سيدي، شكرا، أشكرك. أمور البعثة كلها كويسة الحمد لله، ربنا يبارك فيك يا سيدي، ربنا يبارك فيك. نورني الدنيا والله. بعثة مصر يعني حاجة كبيرة جدا جدا عندنا. الحمد لله، ربنا يكرمكم. ربنا يكرمكم يا رب. شكرا لحضراتكم والاهتمامكم معانا والله. اهتمام كبير جدا كده ليه يعني ما شاء الله. بس ماشية بذوقها كله. ربنا يديهم الصحة ويكون شر المرض. الحمد لله طلعت عرفات ورميت الجمرات. وجيت هنا ان شاء الله، وباذن الله يعني هروح اطوف واسعى ان شاء الله بكره باذن الله، باذن الله تعالى، باذن الله. بارك الله فيكم، كفايه وجودكم يعني شرفتونا ونورتونا يعني، بارك الله فيكم. الكل هنا على اهبه الاستعداد لتقديم الخدمات العلاجيه الطارئه والتدخلات الجراحيه لضيوف الرحمن من الحجاج المصريين، فالكل في صراع مع الزمن لتحقيق الشفاء التام لهم وعودتهم سالمين غانمين لارض الوطن. محمد حلمي، التلفزيون المصري.